على خلفية عملية أمنية لملاحقة مهربي البشر، أعلنت الشرطة الإسبانية أنها تمكنت من تفكيك شبكة من المهربين الذين أدخلوا 1000 مهاجر جزائري وسوري إلى إسبانيا من الجزائر، ثم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى مقابل مبالغ مالية تصل إلى 20,000 يورو للشخص الواحد. الشرطة الإسبانية قالت في بيان إن الشبكة التي وصفتها بالإجرامية مسؤولة عن الدخول غير القانوني إلى إسبانيا لأكثر من 750 مهاجرا من أصل سوري وأكثر من 250 مهاجرا من أصل جزائري بواسطة قوارب سريعة مستأجرة من الجزائر. وبحسب بيان الشرطة، فإن شبكة التهريب كانت تسكن المهاجرين في إسبانيا قبل تنظيم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى مقابل مبالغ كبيرة. كما أوضح البيان أن الشبكة المذكورة تملك فرعاً مقره في مدينة وهران الساحلية غرب الجزائر، مكلفاً بتنظيم إرسال المهاجرين على قوارب سريعة بحمولة زائدة وبدون أي معدات أمان. هذا وسمحت العملية الأمنية في إسبانيا التي شاركت فيها وكالة يوروبول الشرطة الأوروبية بتوقيف 21 شخصاً من أعضاء شبكة التهريب في مناطق مدريد وإقليم الأندلس جنوب البلاد، وهو مكان وصول القوارب، وكذلك في إقليم الباسك في الشمال على الحدود مع فرنسا.